سير زيد اختي صاحبي. صباح الخير عليكم، كيف صبحتوا بخير؟ هانيين مزيانين صح لاباس؟ المهم هذا الصباح باش نخرجوا ويصال ان شاء الله الكلينيك، كلشي كيتسناها، نمشيو انا ومريم ومروه وصفاء، وعيمشوا معايا عاوتاني ولاد خيرهم كيتسناوني احمد والحسن، عاوتاني جاوا من البلاد وجابوا النساء ديالهم معاهم عاوتاني وليداتهم، راهم كيتسناوني هنا على براها باش نمشيو مجموعين. كنحيوهم وتبارك الله عليكم وخليكم معنا، نقولوا لهم صباح الخير. السلام عليكم. السلام عليكم احباتي، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيان. رجعنا لكم فيديو جديد. هذا النهار هو النهار الموعد اللي غنجيبوا فيه ماما وغنستقبلوها احسن استقبال بالقوله. خلي مفاجاه، يعطينا ربي من الجهد. الله يجزاك. ما نقولش يا شنو كاين، فهمتي؟ صافي. ايوا صافي، خليكم معنا وكملوا الفيديو حتى الاخر باش تستمتعوا بالعجائب والغنوه. شكرا على الدعوة ديالكم مع ماما، زاد لي خايف. مشات تقول لكم استناو المفاجأة، قالت لكم استناو العجائب. السلام عليكم مشاهدينا، لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. رجعنا لكم فيديو جديد، ان شاء الله غنمشي نجيبو ماما من السبيطار. عندنا ان شاء الله واحد المفاجاه وان شاء الله يعجب الحال. الحمد لله حنا فرحانين بزاف، حيت جاتنا خايبه فوقاش حنا كنستناوها. والله يتربى في رزقنا كامل ان شاء الله، ويكون فخر العائله كامله ان شاء الله. السلام عليكم مشاهدين، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين هانيين كما قال لكم حبيبو وبناتو. غنمشيو نجيو مراتي ان شاء الله نستقبلوها احسن استقبال، وخليكم تستمتعوا معنا. يلا خليكم معنا، نمشيو نجيبو محمد علي غنفاجئو ويصال، غتبرو المفاجاه كتسناها هنا حدا الباب. هيا فاطمه الزهراء، هيا توحشيني بزاف. بوس 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 بوس. يا وانا تلاقيتني ياك. لا انت تلاقيت. وانا لاباس عليك بخير هاني. انا فرحان. الله يبارك، الله يفرحك. تبان لي فرحانه. الله يفرحك. تبان لي ماشي على الفرحه. الله يعطيك كامل الفرحه. انا صراحه عند الفرحه عيني صفنا. يوم غنهزهم هيدا، غنهزهم في السماء. ايه يا مريم، شو مريم فرحانه. شو الفرحه. يلا توكلوا على الله. يلا باقي شي حاجه لورا ولا صافي نزلت كلشي؟ لا نزلنا كلشي. اجيو معانا، مرحبا بكم. سردوس السلام عليكم. يلا سيروا، هذه مشي هيدا واحد يلعب. طلعوا انتم ماك ساعه الجمعيه، طلعوا الساعتين شويه بشويه. لا المصايب نعيطوا له في التليفون. خليه هذه طلعوا معانا.
زيدوا طبعوا معانا عرنا فردوس وفاطمه الزهراء. يلا انا ندوى معك السلسول كيلو 625 كيلو. 25 انا المعلم فيه معجون كيلو. واو يلا على سلمتنا بسم الله نجرب وصل كاتسين سيروا على الله مروه 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 رجع صيف سير زيد اختصار بسم الله كيف صباحك؟ بخير الحمد لله. أجي أنا كوي صالح؟ وياه والله عيلة أجي أنا بس يا يدي رأي غيش بشي بس هل تيدي حفل يدي؟ مبروك عليك وهني عليك ما تعالي حبي من النار آمين يا ربي اللهم آمين كلا بس عليك بخير نحن نحن مريضة حمرية ايوان يوم نقتل مرأة لكم سكين عام عطريها حبيب حبيب ديالي حبيب داعي حبيب ديالي حبيب داعي ناعس مسكين ناعس شو يلا المهم انا امشي من هذا انا بطل تحت باش نشوف جمعوا للدوسر ونخلص باش نجوا جمعوا الدوسر باش نشوف انا جمعت كل شيء تبارك الله انا جمعت كل شيء تبارك الله اشكو العيوز هذه يا ويصال شوف اوري لمبو صافي هذاك خديفه فلا اطلاله عند ويصال هنايا صافي نسمعكم شي بحال صافي شي اوبن سايكيتور شي صحه ويصال يعطيك الصحه الله فيك الجميله قنصره اي بصح شوف سبحان الله شي قوز حمله ونزلها عيب الله الجميله واسكت دابا انت نبهم فيه هادي السنه ان شاء الله يلا صافي جميله ويا دابا جابوا لي غدا نتغدى ناكل شي شويه صحتك باش ناخذ ان شاء الله كما كتشوفوا دابا خلصنا باش نتوكلوا على الله باش نمشيو كنشكر البنات اللي خدامين كاملين في الاداره كنشكر الاطباء اللي كاينين هنايا وكنشكر فرمليات كنشكر الناس كاملين من هنا اللي كاينين في الله عمر صلاه تعاملوا معنا مزيان حتى الثمن عملنا الثمن مزيان عاوتاني وما ننساش نشكر الاخ نادي اللي خدام عاوتاني هنايا لتحت مرحبا بهم كلشي كلشي مرحبا به في السبوع اللي بغى يجي مرحبا به حنا حنا طالعين ندير التسنسور كما كتشوفوا على حداك حداك هذاك ديالنا عمي قلتي خاوي خارج بالعائل في الدكة صافا يلا نعم يلا نعم أبا
شكرا. ما نحطوه بحرج. عطيو لنا العيل من الشمشه صاحب. يلا مرحبا يا جبرت تبارك الله والله لا فاجئوني تبارك الله جاو كاملين جات تبارك الله العائله كلها والله جات نوره ديالي العائله ديالك وماشي في الطريق وعائلتي عاوتاني عاود مجا المهم الحمد لله يا ربي قال لك الفرحه مورا فرحه الفرحه الحمد لله كنعيشوها لا توصف اقسم بالله الحمد لله واخيرا ويصار رجعت عاود كاد فلوقي معكم بيد داك ورد انا انا عملت واحد الفيديو كنجمع زعما صورتي كنجمع والله الا في الصباح هيدا قلت له نتحرك هيدا شويه عاوتاني باش حتى اذا قوسي وطلعت في الدروج هيدا يكون زعما نكون مزيان ما نكونش يعني رجلي فاشلاني شكرا للبنات كاملين وشكرا للدكتوره ضحى ومهم اللي تما ضريفين بزاف والله الله تعرفت على اكثر من 10 ديال الممرضات وتبارك الله كاملين الله يعمرها دار وشكرا لكم اخوتي بزاف تحياتنا ليكم